مرحبا واهلا وسهلا بكم. وصلنا لاخر شيء، لاخر جزء. هذا الجزء اللي هو راح ننهي بناء الالكتروني، مستويات الطاقة، وشرح كل شيء من ناحية نموذج رذرفورد وانت صاعد. فخلصنا هسه الجزء الاول وخلصت انا الجزء الثاني، واتوقع ان شاء الله راح تكون واضحة. اتمنى اللي راح اللي شافوا الفيديوهات، فاتمنى من عندهم انه يعطوني تعليقهم على مدى أنا أعرف إنه هل كان مفيد أم لا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هسا أنا قبل ما قاعد أسوي هذا الفيديو واحد علق لي التعليق، هو كان همينة على الموضوع اللي هسا أنا راح أشرح اليوم، ترتيب الإلكتروني. فقايل إنه أنا ما افتهمت. أوكي أنت ما افتهمت، أنا همينة يعني أريد أساعدك وأريد أفهمك، بس أنت لا تعمم لي يا حبيبي، لا تعمم لي. قل لي انا ما افتهمت شغله، ما افتهمت سؤال، ما افتهمت شيء، ما افتهمت شيء جزء من الشيء. واذا ما افتهمت كلش كلش، ما افتهمت اصلا من الحلقه، ما افتهمت من الماده اصلا، فقل لي انا ما افتهمت هاي الحلقه وهذا الموضوع، اشرح لي مره ثانيه. بس ما تقول كل شيء ما افتهمت، كل شيء ما افتهمت، معناته انت اصلا ما فاهم، ما فاهم الكيمياء، ما فاهم من البدايه. انا قاعد اشرح لكم بطريقه اي بي سي دي اي اف جي، من الاي لحد الزد، يعني بطريقه مال واحد ابتدائي وبسيطه وسهله، يعني حتى قاعد استعملكم وسائل وياها توضيحيه يعني عشان تفهمون زين. ومره ثانيه احب اقول لكم وانوه عليها، اشتركوا وياي بالجروب على مود انا اعرف، ويصير طريقه الاسئله طريقه مباشره. انا راسا انا اجاوبكم عن طريقه شنو اللي افتهمته، شنو اللي افتهمته، شنو اللي يحتاج مثلا اعاده شرح. مثلا هذا الموضوع ما اللي هو كلية مدخل البناء الإلكتروني الحديث، أكو قالوا لي ما مفتهمين، وشرحته مرة ثانية، شرحته مرة ثانية بطريقة تفصيلية وبطريقة شرح أكثر زين. أنا اللي عبالي إنه أكو ناس يعني مفتهم الموضوع شوية زين. ومرة ثانية رجعوا شوفوا الفيديوهات من رقم واحد لحد ما تكملون رقم خمسة، غير هذا ترى ما راح تفهمون، قلت لكم إنه هي سلسلة متكاملة. المهم نجي نكمل. خلصنا هسه نموذج رذرفورد وعرفنا شنو هو البناء الإلكتروني الحديث، عرفنا، ونموذج بور عرفنا، خلصنا. اجيت على النظرية الحديثة اللي هي آخر تطور وصلوا له بعد نظرية بور ونظرية رذرفورد. اجينا حكينا عن مستويات الطاقة، وشرحت مستويات الطاقة وشلون اميز بين مستوى الطاقة الرئيسي ومستوى الطاقة الثانوي، وشنو أشكال مستويات الطاقة الثانوي زين. وعرفنا شنو معنات أعداد الكم الرئيسية، وشنو معنات الأوربيتالات والاختلافات بيناتهم، هاي كلها بالحلقة اللي قبلها زين. عدد الأوربيتالات والإلكترونات في المستويات الثانوية عرفنا، وكل أوربيتال شنو هو، وكل شكل من الأوربيتالات هذني إيش قد يستوعب من الإلكترونات. وعرفنا هنا ليش انه هذين الالكترونات زين ما قاعد يصير بيهم تنافر، عرفنا ليش، لان هم قاعد واحد قاعد يمشي باتجاه عقرب الساعة والاخر بعكس اتجاه عقرب الساعة، لذلك ما قاعد يصير بيهم اي تنافر زين. وهذا قلت لكم عرفوا لي هذا الشكل، هذا الشكل بس هذا الشكل المربع، هذا بس هذا المربع قلت لكم شنو يعني. وعرفنا انه هذا الشكل يمثل باتجاه عقرب الساعة، وهذا الشكل يمثل لي بعكس اتجاه عقرب الساعة، صح؟ زين، هنا أنا تمرين، طبعا هنا أنا سهل، عدد الاوربيتالات في كل من مستوى الطاقة الرئيسي الاول والثالث، وعدد الالكترونات ميزولي بين اوربيتال وميزولي بين الكترون زين، في كل من مستوى الطاقة الرئيسي الثاني والثالث، واضح؟ وشرحناها، واكو فيديوهات همينها افتهمنا بيها. هسه وصلنا لحلقة اليوم، حلقة اليوم هو آخر جزء بعد ماكو شيء، معناته إنه أني خلصت الفصل الأول بكل بكل مواضيع من أي إلى زد. نجي على الترتيب الإلكتروني. يقول لي الترتيب الإلكتروني تحتوي على عناصر مختلفة. عناصر مختلفة، شنو العناصر المختلفة؟ شنو معناتها؟ معناتها عندي مثلا ألمنيوم، مثلا صوديوم، مغنيسيوم زين، كبريت، رصاص، هذان كلها عناصر مختلفة تحتوي على أعداد مختلفة من الإلكترونات، إلكترونات تحتوي زين.
تحتوي على أعداد مختلفة من الإلكترونات، وتترتب هاي الإلكترونات حول النواة. عرفنا الحلقة الأولى، رجع في الذرة. ويعرف ذلك بالترتيب الإلكتروني. شنو يعرف ذلك بالترتيب الإلكتروني؟ عرفنا شو معنى الترتيب الإلكتروني لهنا، إنه ذرة الإلكترونات تدور حولها، هذا سموه بالترتيب الإلكتروني. ذرة مدارات إلكترونات، هذا سموه بشنو؟ ترتيب إلكتروني. واضح؟ لذلك تتصف ذرات كل عنصر بترتيب إلكتروني خاص تتنظم فيه هذه الإلكترونات في الذرة، بحيث تكون الطاقة الكلية أقل مما يمكن. الطاقة الكلية، ركزوا على الطاقة الكلية، ما قاعد أحكي على طاقة إلكترون، قاعد أحكي على الطاقة الكلية للذرة هاي كليتها، راح تكون أتقل. زين؟ فهنا شو يقول لي؟ تتصف ذرات كل عنصر بترتيب إلكتروني خاص تنتظم فيه هذه الإلكترونات في الذرة، بحيث تكون الطاقة الكلية أقل مما يمكن، وتراعي المبادئ والقواعد التالية عند تركيب الإلكترونات على المستويات. هنا هسه راح نجي على مبدئين، واحد من عندهم اللي هو صراحة شرحه، والثاني بعدين مبدأ أوف باو. مبدأ أوف باو اللي هو واحد من التراتيب الإلكترونية المستعملة هسه حاليا. فنجي نعرف شنو مبدأ أوف باو. مبدأ أوف باو شو يقول أو شنو ينص؟ مبدأ أوف باو يقول، ينص هذا المبدأ على أن شنو مستويات الطاقة الثانوية. مستويات الطاقة الثانوية، عرفنا شو معنات مستويات الطاقة الثانوية؟ تملأ بالإلكترونات حسب تسلسل طاقتها من الأوطأ إلى الأعلى، وتتبع المنوال الموضح هذا بالشكل. مستويات الطاقة الثانوية شنو أشكالها؟ أشكالها S و B و D و F. واضح؟ زين؟ حسب تسلسل طاقتها. الطاقتها قصده بالمستويات الطاقة الرئيسية، عددها كم الرئيسية؟ هنا مثلا N واحد، أوكي N واحد، L N two، M اللي هو ثلاثة، و N أربعة، و O خمسة، وهنا أنا مستعمل لي B ستة. واضح؟ زين؟ فهنا الترتيب الإلكتروني من الأوطى إلى الأعلى، من الأوطى واحد، من الأعلى ستة. زين؟ فواحد S، وحسب كل واحدة، زين، حسب ما تنملي من الإلكترونات مالتها، من أصغر وحدة إلى أكبر وحدة. واضح؟ يقول عند كتابة الترتيب الإلكتروني لأي ذرة يجب معرفة العدد الذري لتلك الذرة. زين؟ أنا على مود أكتب أي ذرة لازم أعرف أني الترتيب الإلكتروني لأي ذرة. For example، نجي ناخذ مثال. مثلا عندي عنصر X. عنصر X طبعا بالأسئلة عندكم هيجي أشياء. زين؟ يقول لكم عنصر اكس وبعدين طلعوا لي. المهم عنصر اكس هذا، ويعطيني مثلا خلينا نقول 17 مثلا، لا حول ولا قوة. يجينا ايش قاعد عندي؟ 17. طبعا هذا هو عنصر الكلور مثلا. زين، فاكس انا اخذت لكم مثال اللي هو 17. عند كتابة الترتيب الالكتروني لاي ذرة يجب معرفة العدد الذري لتلك الذرة. فالعدد الذري لهاي الذرة X المجهولة هو 17، هذا العدد الكلي أنا قاعد أحكي عنه. زين، فهو إيش يقول؟ يقول أنا شلون أسوي مبدأ أوف باو إذا أنا ما أعرف العدد الكلي؟ لازم يعطيني العدد الكلي على مود أطبق عليه مبدأ أوف باو. واضح؟ فشو يقول؟ يقول حيث أن عدد الإلكترونات للذرة المتعادلة كهربائيا يكون مساوي لعددها الذري. عدد الإلكترونات الذرة المتعادلة كهربائية، أنا قصدي بالبروتونات والإلكترونات اللي هو موجب وسالب، فيكونوا مساويات، وهذني يكون مساويات العدد الذري. يعني عندي 17 هنا، عندي 17 إلكترون، ويكتب عادة في أسفل يسار رمز العنصر. هذا أسفل ويسار، هذا وين؟ هذا X، ينقسم قسمين العنصر. شنو عندي؟ يمين ويسار. يمين، هذا يمين وهذا يسار. يمين عندي أعلى وعندي أسفل، يسار عندي أعلى وعندي أسفل. فهنا عندي أقصى يسار، شنو؟ أسفل يسار رمز العنصر، أسفل ويسار رمز العنصر. زين، هاي لهنا واضحة؟ إن شاء الله واضحة. نجي نكمل.
حيث يمتلئ أولا أوربيتال S. أوربيتال S هو اللي يمتلئ أولا. هاي مال 1S 2S، هاي الشكل 1S 2S 2B 3S 3B 4S 3D و4B و5S و4D و5B و6S و4F. هذني لازم تعرفونه وهذني حفظ صم حفظ سم صم. عندي مثلا شنو اس اس وبس بس 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 ودبس ودبس واف. هذني لازم تعرفون. عندي اس اس وبس اس اس وبس وهمي انا بس عندي انا بس وعندي همي انا بس نفس الشيء، فراح اكررها بهيجي علامات بس ودبس دبس زين، وعندي دبس واف. هذني ينحفظن. ما ينجح عندك الترتيب الالكتروني المبدأ اوف باو اذا انت ما حافظ هذا الشيء، رقم واحد. رقم اثنين، لازم تعرف العدد الكلي للعنصر، العدد الكلي للذرة، العدد الكلي للذرة، العدد عدد شنو العدد الذري لتلك الذرة. يجب معرفة العدد الذري لتلك الذرة، يعني العدد الكلي لهاي رقمها. مثل قبل شوية قلنا لكم عنصر عندي X والعدد مالته هو 17، العدد هذا ال 17 هو يمثل العدد الذري لهاي الذرة اللي هي X. زين، هنا أنا بعدين شو يقول لي؟ يقول لي هي همي أنا عندي عدد الإلكترونات للذرة المتعادل يكون مساوي لعددها الذري، يعني إلكترون راح يساويني همي أنا الإلكترونات. شو تساوي لي همي أنا؟ تساوي لي العدد 17 اللي هي عدد شنو؟ العدد الذري، ويساوي لنا إكس اللي هو العدد الذري للعنصر إكس. ويكتب عادة بأسفل اليسار رمز العنصر، أو عرفنا وين اليسار مالته. أول شيء نملي الأوربيتال S، بعدين هذا واحد S قاعد يقول لي، بعدين أجي 2S. وإذا تروحون على الحلقة رقم 2 فراح تشوفون، راح تشوفون إنه أنا فسخت شو؟ فسخت 2S وشنو معناته، وفسخت 1S وشنو معناته. زين، واذا متابعيها فاصلا هسه عليكم سهله. ثم 2B ثم 3S ثم 3B ثم 4S ثم 3D وهكذا وكما يلي. هذا الشكل لازم تعرفوه: اس اس بس اس بس بس دبس دبس اف. والأرقام طبعا تعرفوها على حسب الترتيب لازم تكون. زين، فهذا مبدأ أوفر. ونلاحظ أنه كلما زاد رقم الغلاف الرئيسي ازدادت طاقة الإلكترونات، وعرفنا ليش كل ما يزيد الغلاف راح يزيد طاقة الإلكترونات، وكل ما قرب الغلاف كل ما هذا هيج. هذا ذرة، غلاف الأول، غلاف الثاني، غلاف الثالث. قلنا كل ما يصير هيجي تزداد طاقة الذرة، العفو طاقة الإلكترون، وكل ما يقرب كل ما يقرب يعني هيج كل ما يقرب للذرة شو يصير عندي؟ تقل طاقته. ليش؟ عرفناها. يعني أبو الواحد طاقة الإلكترونات تكون قليلة، أبو ثلاثة يكون طاقة الإلكترونات قوية، وعرفناها ماكو داعي أشرحها مرة ثانية. راح تكون ازدادت طاقة الإلكترونات الموجودة فيه، وقلت المسافة بين غلاف رئيسي وآخر، لذلك يحصل تداخل بين الأغلفة الثانوية. نرجع مرة ثانية، يقول لي كل ما زاد رقم الغلاف الرئيسي ازدادت طاقة الإلكترونات الموجودة فيه، وقلت المسافة بين الغلاف الرئيسي وآخر، راح تقل المسافة بين هذا وهذا، لذلك يحصل تداخل بين الأغلفة الثانوية. شو يصير؟ يصير عندي تداخل بين شنو؟ الأغلفة الثانوية.
شنو الأغلفة الثانوية؟ هي نفسها أداة الكم الثانوية التي تعود لأغلفة رئيسية مختلفة. ويجب العلم أن الرقم المكتوب إلى يسار رمز مستوى الطاقة الثانوي يمثل قيمة العدد الكم الرئيسي. الرقم المكتوب يسار اللي هو هذا يسار رمز مستوى الطاقة الثانوي، رمز المستوى الطاقة الثانوي هو هنا عندي شكل S، يمثل قيمة العدد الكم الرئيسي اللي هو N اللي هو مستوى الطاقة الرئيسي، عدد الكم الرئيسي قلنا نفسه، أوربيتال عندي مستوى طاقة ثانوي هو نفسه اللي هو S و B و D و F هذني الأشكال. بينما يمثل العدد في أعلى اليمين، هسا عرفنا الشكل عندي S، مثلا هنا عندي B، خلنا نفرض B، عندي B، عندي هنا 4، وهنا عندي خلنا نفرض إيش قد؟ خلنا نفرض 3، واضح؟ هذا شي يمثل لي وهذا شي يمثل لي 3 بأعلى يمين الاوربيتال او عدد الكم او مستوى الطاقة الثانوي، هذا يمثل لي الكترونات الكترونز. باليسار يسار مستوى الطاقة الثانوي يمثل لي عدد الكم الرئيسي او العدد او مستوى الطاقة الرئيسي يمثل لي، يعني يمثل لي بعد اكو بعد غلاف هنا ويصير عندي مثلا 4، هذا قصدي بي هذا الغلاف. بينما مثلا العدد في أعلى اليمين هو عدد الإلكترونات الموجودة في هذا المستوى، وهكذا الحال لبقية رموزه كما وضحت الشكل. زين هنا أنا قاعد أوضح لي هذا العدد الكم الرئيسي، هذا المستوى الطاقة الثانوي من الطاقة وشكل S، وعدد الإلكترونات الموجودة في المستوى الطاقة الثانوي، واضح لهنا. نيجي مرة ثانية نشرح مبدأ أوف باو بصورة سريعة. مبدأ أوف باو يقول إنه أنا عندي طاقات، وهذين الطاقات راح تكون مختلفة حسب طاقة أو حسب أغلفتها، وهذه الأغلفة راح تكون عندي موجودة بمستويات مختلفة مثل ما قلنا. هذين المستويات المختلفة بها أوربيتالات أكيد، وهذين الأوربيتالات راح تكون بها هم أشكالها مختلفة. فأني أجي أوزعها على طريق أوزع الإلكترونات على على عن طريق هذا الشيء، عن طريق أغلفتها، رقم الغلاف مالته، وعن طريق شكل الاوربيتال. ف عندي هنا قلت لكم مثلا عندكم الكلور، الكلور هو عدد الالكترون مالته، العدد الذري مالته هو 17، والعدد الذري يساوي له هو نفس الشيء عدد الالكترونات بصوره كليه، كليه للكلور، العدد الذري الذري للكلور اللي هو ال 17. فانا لما اجي اوزع ال 17 اوزعها على اساس رقم واحد غلاف، رقم اثنين اوربيتالها. زين فاذا تتذكرون بالغلاف بالفيديو الثاني شرح مستوى الطاقه الرئيسيه، اكو فيديو شرحت فيه عن طريق شكل الاوربيتالات وشكل فعرفنا شكل اس، شكل اس شنو هو؟ كور كروي. شكل بي عندي ثلاث اشكال اكس وواي وزد، فهذني راح تكون هي الاشكال مالتها، وعلى اساسها كل واحد راح يكون. بعدين اجينا اخذنا شنو هو رقم اثنين اللي هو جينا اخذنا توزيع الالكترونات حسب الاوربيتالات، حسب كل واحده وش قد راح تاخذ، وكل واحده كل شكل من شكل الاوربيتالات هذني بيش قد اوربيتال، فاخذنا كل واحد. فعندي مثلا اس، عندي واحد مستوى الطاقه الرئيسي رقم واحد ياخذ بس شكل اس، بس واحد اس بس اوربيتال شكل اس، وراح يكون بس واحد بس. زين رقم اثنين بشكل من الاوربيتالات نوعين، نوع S ونوع B. رقم ثلاثة بي ثلاث أنواع، بي S وبي B وبي D. شكل أربعة بي S وبي B وبي D. شكل خمسة بي نوعين، بي S وبي B. زين وهكذا. فهنا ايش قاعد يقول لي؟ قاعد يقول لي انه هذا شكل مالته على اساس الشكل وعلى اساس على اساس العدد الكم الرئيسي انا راح اوزع الالكترونات. فهنا لو فرضنا انا عندي 17 الكترون، عنصر ب 17 الكترون، فلما اجي اوزع الالكترونات حسب الحلقه الثانيه وحسب الصفحات اللي قبلها من هذا الكتاب، فاحنا راح نعرف احنا ايش قد عندنا الكترونات، ايش قد كل اوربيتال من هذه الاشكال اللي هي اس وبي دي اف، راح نعرف شنو ايش قد يستوعب. مثلا عندي شكل اس اقصى 2
فأنا هنا راح أشقد أحط 2، 2 ناقص 17 15، أحط 2 صارت عندي 4، فمعناتها هسه أشقد عندي 13 إلكترون. بي أشقد يستوعب بي؟ عندي أشقد 6 إلكترونات قلنا، بيشقد كم أوربيتال؟ ب3، 3 أشكال من الأوربيتالات، وكل واحد يستوعب ب2، و2 عرفنا ضرب 2 في 3 6، فبي 6 الكترونات يستوعب، فعندي ايش قد صارت المجموعه هنا؟ 10 الكترونات. هاي خلصنا مستوى الطاقه الرئيسي الاول ومستوى الطاقه الرئيسي الثاني، يعني 1 اس و1 و2، هاي اللي هنا خلصنا. اجينا بعدين هسه نجي نكمل لل 17، فانا عندي 3 اس، نجي نكمل 3 اس و3 بي، هنا ايش قد يستوعب؟ هنا 2 وهنا 6 صح؟ 2 زائد 6 ايش قد؟ 8، 17 انا عندي، فمعناته هنا ايش قد لازم يكون؟ 5 بس، على مو ايش قد يعدي؟ لان هنا 2 هنا قلنا 10 زائد 2 ايش قد يكون؟ 12 بلس 5 الكترونات، على مو ايش يكون انا عندي المجموع؟ 17 الكترون. خلصنا لحد ال 3 بي، واللي هو هذا الحد هنا هو مبدأ اوف باو والتوزيع مالته الالكتروني، 1 اس 2، 2 اس 2، 2 بي 6، 3 اس 2 و3 بي 5. واضح؟ هذا هو قصده بمبدأ اوف باو، وعطيتكم هسه انا مثال عليه. زين واضح؟ خلصنا من مبدأ اوف باو. نجي على قاعدة هوند. ها قاعدة هون شو تقول؟ تقول انه لا يحدث ازدواج بين الالكترونين في مستوى الطاقة الثانوي الا بعد ان تنشغل الاوربيتال هذا انفرادا اولا. تتذكرون عندي شلون الاوربيتال؟ قلت لكم هذا الشكل اهم شيء ابو البوكس، وقبل شوي ركزت لكم عليه، هذا هو الشكل مالته، قلت لكم ركزوا له عليه. هذا شكل بالكترونين، زين كل قلنا كل اوربيتال بالكترونين، وكل الكترون كل الكترون واحد يمشي عكس الاخ، واحد عكس اتجاه عقرب الساعة، واحد ويا اتجاه عقرب الساعة. زين فأنا أول شيء لما أجي هوند، لما أجي وقاعد يحكي لنا على التوزيع مالته، يقول أني ما أجي أوزع إلا إذا ما أني أجي أحط أول شيء شنو؟ فرادة. أنا أجي أحط الإلكترون، يعني أحط الإلكترون باتجاه عقرب الساعة، وبعدين أحط الإلكترونات باتجاه عقرب الساعة. واضح؟ اجي احط الالكترون باتجاه عقرب الساعه، ايش قاعد عندي؟ مثلا عندي بي، بي معناته شنو هو شكل الاوربيتال؟ شنو هو شكل الاوربيتال؟ العفو، شكل الاوربيتال عندي بي، معناته ايش قاعد عندي؟ ثلاث انواع، ثلاث اوربيتالات، 1 2 3. واضح؟ انا لما اجي اوزعهن فرادا، وبعدين اجي ازاوج هذين الفرادن، يعني هسه قاعد يشوفون هذا الشكل. لو فرضنا عندي أربعة، فمعناته أنا هنا أنا راح أجي وأحط هنا 1. واضح؟ هذا بما مقصده بهوند، قاعدة هوند. شو يقول لك؟ يقول لك أنا أجي أوزعهم بعدين فرادهم وبعدين أزدوجهم. هنا أنا يقول لك هل تعلم لفهم قاعدة هوند؟ افرض أنك في صف، وهذا الصف يحتوي على رحلات تستوعب طالبين، وكل كل رحلة يطلب منك المدرس أن يجلس أولا طالبا، وبهاي بعدين بكل رحلة، وإذا بقى مزيد من الطلاب بعدين يوزعهم على الفراد. زين واحد أول شيء صف بي مثلا، خلينا نقول 6 رحلات، وهو عنده مثلا إيش قد؟ 10 طلاب. ال10 طلاب أنا شو أسوي؟ أول شيء أوزعهم فرادا، وبعدين شو أسوي؟ أحط البقية. زين يعني بكل رحلة أحط 1، بعدين أجي شو أسوي؟ أحط ويا الواحد هذا، أخلي ويا واحد، فيصير عندي بكل رحلة 2، وهكذا. فهمتوا هسه؟ إن شاء الله فهمتوا. هاي ملخص لقاعدة هوند، يعني إيش قاعدة تحكي. فهسه تنصل إنه لا يحدث ازدواج بين الإلكترونين، ما يحدث ازدواج بين الإلكترونين في مستوى الطاقة الثانوي إلا بعد أن تشغل أوربيتالاته فرادا أولا. فتستخدم هذه القاعدة في حالة الذرات التي ينتهي ترتيب الإلكترون بمستويات الطاقة الثانوية اللي هي اف دي بي، حيث لا نضع إلكترونين في أوربيتال واحد إلا بعد أن نضع إلكترونا واحدا في كل أوربيتال من أوربيتالات مستوى الطاقة الثانوية. أول شيء أضع إلكترون واحد، وبعدين أجي أحط ويا هذا الإلكترون الواحد إلكترون ثاني وأزاوجه.
أزدوجهم. اكتب الترتيب، مثال رقم واحد، مثال عندي 1 1، اكتب الترتيب الإلكتروني لكل المستويات الثانوية الآتية، عندي مثلا P3 D4 F6 P4 D7 F11 و P5. زين، طبعا ما جاي نشرح لكم هسه كل شكل من الاوربيتالات، مثلا P ايش كان بي اوربيتال، D ايش كان بي، ما اجي اشرح عن هذني، شرحناها قبلها. زين، ولا كل واحد وش قد يساوي من الالكترونات. فهنا انا عندي بي وثلاث الكترونات بي، هذا قلنا معناته انه الكترون. لو فرض ان انا كان عندي رقم، فمعناته هو شنو؟ عدد الكم الرئيسي او مستويات الطاقه الرئيسيه. فهذا شكل بي. فهسه هنا انا مسوي لي هذا الشكل، حط الصناديق مالتنا، ثلاث صناديق اللي هي الاوربيتالات قصدي، يعني هنا انا قصدي الاوربيتالات. زين، وجه سوى حط بكل اوربيتال الكترون واحد، كل اوربيتال اجى حط الكترون واحد، انا عندي 3 انملت من 3 وبس خلصنا. اجي انا عندي شكل دي، دي 4، شكل دي بي 4، بي 4 الكترونات. زين، بهذن الاربعه، بهذن الاربعه انا راح شو اسوي؟ احط 4 الكترونات بالاوربيتالات مالت شكل دي. اف عندي ايش قد؟ راح يكون عندي 7 صناديق اللي هي الاوربيتالات مالته، وبعد وش كان بي الكترون؟ بي 6 الكترونات، وراح نوزعهم اول شيء قلنا فرادى. بعدين عندي مثلا هنا 4 اللي هو هذا، قلنا 4، فهنا ايش قد راح يصير عندي؟ راح اول شيء اوزعهم فرادى، وبعدين شو اسوي؟ ازدوجهم. فانا صار عندي شنو؟ بس واحد هو مزدوج ومطبق. دي 7 شنو؟ اوزعهم وبعدين شو اسوي؟ احط الالكترون وازوجهم. يعني ما اتوقع صعب، ما اتوقع صعب. زين، F11 شو اسوي اني؟ اول شيء اوزع الالكترون انفرادا وبعدين ازوجهم كل واحد على لما يصير 11، عدد الكلي للالكترونات او العدد الذري، العدد الذري مالت هذا العنصر. زين، بي مثلا 15، بي 15، بي 15 العفو 5، احط ايش قد؟ 4 الكترونات انفرادا اول شيء وبعدين ازوجهم. زين، تمرين 4-1 يقول بين كيفية ترتيب الالكترونات في اوربيتالات المستويات الثانوية التي تحتوي على عدد من الالكترونات، عندي مثلا P2. زين، عندي يعني هنا راح يصير بدون هذا، بدون هذا 1 و2 وبس. D6 عندي هنا D4 زيدها بس 2، يعني صار عندي بس هنا ازدواج وهنا الكترون. P5 هنا D3 نقص 1 الكترون من هنا، هذا الالكترون واخره بس. وعرفنا انه قاعدة هون، هل تعلم؟ اكتب الترتيب الالكتروني على العناصر الاتية. يقول لي ترتيب الالكتروني، ترتيب الالكتروني العناصر الاتية، معناته ان انا قاعد يشرح لي ما بقى هنا السؤال. شوف الاختلاف، يقول لك اكتب الترتيب الالكتروني لكل من المستويات الثانوية، لكل من المستويات الثانوية. هنا قاعد يقول لك قاعدة هوند. شلون عرفت قاعدة هوند؟ هنا على متميز بين قاعدة هوند وبين مبدأ اوف باور. زين، او نموذج قاعدة هوند ونموذج اوف باور. هنا انا شلون اميز؟ شلون اعرف انه هذا هو قاعد يشرح لي عن اوف باور وشلون قاعد يشرح لي عن شنو هوند؟ اعرفه اذا اعطاني ترتيب الالكتروني، اذا اعطاني العفو بالسؤال هو نفسه يقول لي اكتب الترتيب الالكتروني. الفرق اذا اعطاني هنا قاعد يشوفون هنا، هنا شنو هذني؟ هذني كلية اللي هي بي و F و D و P و F و D و P، هذني كلها هي مستويات ثانوية، مستويات طاقة ثانوية واللي هي أوربيتالات. هذني بما أنه هذني مستويات ثانوية، فأني أطبق قاعدة هوند هنا، واضح؟ أما إذا أعطاني عناصر، قاعد يشوفون هنا عنصر، أما إذا أعطاني عنصر فأني شو أسوي؟ مبدأ أوف باور اللي هي اس اس بس بس دبس دبس اف، واضح؟ فهنا أنا عندي مثلا عندي هيدروجين، يقول لي هيدروجين عدد ذرة بس 1. زين، جيت بي بي بس الكترون واحد، واحد اس واحد. هيليوم، هيليوم بي جيت 2 الكترونين، واحد اس 2. ليثيوم 3، واحد اس 2
واثنين اس، ثلاثة اللي عندي. فواحد اس 2 بي، واحد اس خلاص اثنين، وبعد احتاج انا الاثنين اس على مود احط بيه الكترون واحد 4 بي اللي هي بريليوم، هذا واحد اس اثنين، اثنين اس اثنين، اربع الكترونات كملت. زين، مثال 3-1، اكتب الترتيب الالكتروني وبين ترتيب الالكترونات في المستوى الرئيسي الاعلى طاقة لكل عنصر من العناصر الاتية، بين الترتيب الالكتروني الاعلى. زين، نجي هنا انا بس ضايف لي انه بين ترتيب الالكترونات في المستوى الرئيسي الاعلى، مستوى الرئيسي الاعلى، ايش قاعد يحكي لي هنا؟ مستوى الرئيسي الاعلى طاقة، مستوى الرئيسي، ما قاعد يحكي لي على شنو ترتيب الالكترونات من ناحية مستويات الطاقة الثانوية، مستويات الطاقة الرئيسية هي الاعلى. شو معنات الاعلى؟ لما يقول لي الاعلى معناته اني معناته اني على مود هنا تفتهمون من الاعلى من هنا الستة للواحد الستة، صح؟ زين، بما انه ستة فمعناته اني هو هذا قصده من ناحية الاعلى، فلما انا اجي اني اعلى اخر ترتيب الكتروني، اخر ترتيب من ناحية مستويات الطاقة الرئيسية، وشرحت لكم اياها عندي ب 7 7 7 وعندكم كان بالحلقه بالفيديو اللي قبله، فيديو ثاني كان بي شنو شرحت الفيديو مستويات الطاقه الرئيسيه اللي هي كي و ال و ام ان و او بي، هذني كلياتهم الى ان وصل لحد 7، ومنه اعلى طاقه هو من ناحيه مستويات الطاقه الرئيسيه اللي هو كان 7. فهنا انا عندي منو الاعلى؟ انا اجي على الاخير واكتب ويا شكل الاوربيتالات مالته. اذا كان عندي، لو فرضنا هنا عندي مقارن، عندي شكل، عندي عنصر وبي، راح يكون عندي ال 3 بي مثلا 3 اس مثلا، عندي الاوربيتال هذا، عندي عنصر مثلا قبل شويه اللي اخذنا ابو 17 ال 17، فكان عندي هنا 2 وهنا أنا 5، صح؟ 5 الكترونات. هنا أنا منو آخذ؟ يقول لي بين مستويات الطاقة، بين لي منو أعلى طاقة. لما يقول لي بين أعلى طاقة، أنا واحد أجي أقارن 1 و3 3، ليش؟ لأن هو أعلى طاقة. ولما أنا أجي أنا أقول أعلى طاقة أبو الثلاثة اللي هو مستوى الطاقة الرئيسي الثالث، راح يكون هو أعلى طاقة من الثاني من الأول، فمعناتها اني اجي اخذ شكل الاوربيتالات همينه مالته اللي هي اس و بي، مو اجي اقول بس 3 وبس. واضح؟ زوم اوت بس خلي ارجع. زين، خليني اوضح لكم اياها برسمه، رسمه صغيره راح ارسم لكم اياها هنا. مثلا انا هنا عندي ذره، نجي هذا غلاف اول ومستوى طاقه رئيسي اول، ثاني، ثالث. تذكرون لما انا هنا رسمت لكم واخذتها وقلت لكم فسرت لكم اياها، هذا اللي انا قاعد اقول لكم اياه، اني يا هو مستوى طاقه رئيسي اول، يا هو مستوى طاقه رئيسي اعلى اول للثالث، قلنا الثالث. لما اجي اخذ الثالث فاخذه هو واربي ثلاثة، هو واربي ثلاثة، يعني هو شغلاته كليته. لما اشرح انه هذا هو مستوى طاقة الاعلى، واضح؟ ما اقول بس انه هذا الثالث وبس، واضح؟ فهنا مستوى الطاقة الرئيسي الاخير هو مستوى الطاقة الرئيسي الاعلى، تكون نفس الشيء. فهنا انا عندي مثلا ماخذ لي البي، العفو البي اللي هو 5، فالبي اجي اوزع ترتيب الالكتروني، قلنا عنصر، شنو معنات عنصر؟ عنصر معناته انا اجي اطبق مبدا اوف باو، واضح؟ لما انا اجي اطبق مبدا اوف باو اجي اكتب الترتيب مالته الالكتروني حسب شكل الاوربيتالات، فعندي 1 اس 2 اس 2 بي. زين، منو
الطاقة الرئيسي الأعلى، المنعقد قلنا رقم 2 هو أعلى، فأخذه هو وإلكترونات، هو وأوربي 3، هو ومستويات الطاقة الثانوية مالته. أو إيش قد؟ 8. زين، أجي أكتب مالته الترتيب الإلكتروني، بعدين شو أسوي؟ مستوى الطاقة يا هو 2 و آخر مستوى الطاقة مالته الأعلى هو 2، أخذه هو أكتبه هو وأوربي 3. عندي شنو؟ نيون. نيون 10، اكتبه هو وأوربي 3، اكتب الترتيب الالكتروني واكتبه هو مستوى الطاقه الرئيسي الاخير، هو مستوى الطاقه الرئيسي اكتبه اللي هو رقم 2 هو أوربي 3. نفس الشيء بالنسبه للمغنيسيوم اللي هو رقم 12، يا هو الاعلى 3، يعني تلاحظون 3، فاخذه هو وأوربي 3 اللي هو بس عنده شكل واحد اللي هو اس. شنو هو؟ الالمنيوم. هنا أنا كتب الترتيب الالكتروني مالته اللي هو اس اس، وشنو بس زين بي. هنا أنا اخذ هو الترتيب اللي هو مستوى الطاقه الرئيسي الاخير اللي وصله له هو الثلاثه، هو وشنو مستويات الطاقه الرئيسي، مستويات الطاقه الثانويه هم نكتبه يعني من ناحيه مستوى الطاقه الرئيسي الاخير. بالنسبه همين للرصاص نفس الشيء، كتاب ايش قاعد عندي؟ عندي 15 كتابه، ترتيب الالكتروني مالته مبدا اوف باو، وجه اخذ كتاب شنو اخر مستوى طاقه رئيسي هو واوربي 3. مثال هنا أنا عندكم تمرين، اكتب الترتيب الالكتروني بين توزيع الالكترونات على الاوربي 3 العناصر الاتيه. عندي شنو ترتيب الالكتروني عناصر، عناصر يعني شنو شنو اوف باو، واضح؟ نفس هاي الطريقة يصير. اكتب الترتيب الالكتروني لذرة عنصر الصوديوم اللي هو هذا الصوديوم، وبين اللي هو 11 ذرة مالته في الطاقة حسب مستويات الطاقة الرئيسية، مستويات الطاقة الرئيسية. زين، مبين التدرج في الطاقة، هنا بس يقول لك مبين التدرج في الطاقة حسب مستويات الطاقة الرئيسية، حسب مستويات الطاقة الرئيسية. فعندي شنو عنصر، عنصر معناته تطبق مبدأ اوف باو. وهنا هذا السؤال هو exceptional مثل ما يقولون، استثنائي، اللي هو يريد من عندك مبين التدرج في الطاقة، الطاقة حسب مستويات الطاقة الرئيسية. هنا أنا بس هذا أعرف أنه إذا يجي جاك نموذج من الأسئلة فمعناته أنه هو مطلوب من عندك تكتبه حسب مبدأ أوف باو وقاعدة هوند اللي هي هاي. هنا أنا قاعدة هوند، فهنا أنا بسوي لي الترتيب الإلكتروني حسب مستويات الطاقة الثانوية حسب قاعدة هوند اللي هي عندي أول شيء أسويها فرادا، عندي شكله الأوربيتال عندي S، وبعدين ما أخلي 2S2B، بعدين 3S3B. زين، طبعا هنا ما تحتاج تكتب 3B، آخر مستوى هو من هو كان 3S، بس ماكو داعي تكتب 3B 3D، ماكو داعي. زين، لأن آخر غلاف امتلأ هو ال S، آخر أوربيتال. زين، واخر مستوى طاقه رئيسي هو الثالث، واضح؟ فاخر وتجي توضح سهم ازدياد الطاقه، ازدياد الطاقه عندي من قلنا من شنو من اقرب شيء للذره الى اعلى شيء. زين، وضحت لكم اياه. تمرين عندي، اكتب ترتيب الالكترون للذرات العناصر الاتيه، ثم بين ترتيب مستويات الطاقه الرئيسيه حسب تدرجها من الاعلى، من الاقل الى الاعلى. هنا أنا همينة عندي من الأقل إلى الأعلى، شنو تدرج زيادة الطاقة من أقل شيء اللي هو 1 أقل شيء، و3 هو أعلى شيء حسب مستويات الطاقة الرئيسية أو عدد الكم الرئيسي. زين، بي إيش قد؟ بي 15، ليثيوم 3، بي إيش قد؟ 15 وليثيوم 3، تكتبه وتكتب وياه شنو إذا قالك حسب تدرجها من الأقل، من الأقل إلى الأعلى، تكتب شنو؟ تكتب اثنينات اللي هي قاعدة هوند ومبدأ أفور. مثال عندكم 1.5، يقول اكتب الترتيب الإلكتروني، عندي ترتيب إلكتروني لذرة الكلور، ذرة الكلور اللي هي 17، ثم بين ترتيب مستويات الطاقة الثانوية حسب تدرجها في الطاقة من الأقل إلى الأعلى. فمعناتها أنا أسوي ذرة الكلور وأطبق المبدئين اللي هي مبدأ أفور وقاعدة هوند. تمرين، اكتب الترتيب الالكتروني لذرات العناصر الاتيه، ثم بين ترتيب مستويات الطاقه الثانويه حسب تدرجها من الاقل الى الاعلى. اثنينات قلنا نوضح حسب تدرجها من الاقل الى الاعلى، فمعناتها اريد من عندي اثنينات. هذا السؤال هو exceptional.
ملاحظة مطلوب من الطالب فقط. هاي وضحتها، راح أوضحها بهاي الحلقة وقبلها، أنه مطلوب من عندك فقط أنه تعرف العناصر اللي لحد ال20، عدد الإلكتروناتها 20 وعدد الذرية مالتها 20 فقط، اللي هو من الجدول الدوري لأسئلة هذا الفصل فقط. أكثر ممنوع، حتى المفروض أن المدرسات ما تجيب لكم أكثر، زين؟ أو المدرسين. هنا أقول لك هذا المثال، يقول لك اذكر عدد الإلكترونات في كل مستوى رئيسي من الطاقة حول نواة العنصر. عند نواة عنصر يقول لك مستوى رئيسي من الطاقة، اذكر عدد الإلكترونات، ايش قد إلكترون اكو وفي كل مستوى رئيسي من الطاقة. نجي مثلا عندي بي 5 باريوم، عندي مثلا 5، اجي اسوي مبدأ اوف باو اللي 1s2 وياخذ الكترون، يعني 2s2 و2b واحد، زين. اشرح اني كل واحد ومستوى رئيسي مالته، زين. عندي مو هنا مستويات 2، لما نجي نكتبنا، لان هنا ايش قاعد يقول لك اذكر عدد الالكترونات، يريد كل عدد الالكترونات بكل مستوى، زين. ما قاعد اقول لك عدد الالكترونات بصوره عامه، هو قاعد يقول لك عدد الالكترونات عندي بالباريوم هو 5، نفسهم عدد الذري مالته اللي هو 5. فانا هو شو يريد من عندي بهذا السؤال، انه عدد الالكترونات بكل مستوى من عندهم. فعندي مثلا بالمستوى الاول هنا ايش قد 2، بالمستوى الثاني اللي هو هذا، بالمستوى الثاني ايش قد 3، 3 الكترونات. ليش نجمع 2 بلس 1 من هذا الني من الاشكال الاوربيتالات اللي هي اس وبي، ايش قد 3. اذا كان عندي مثلا هنا عندي اس وبي او اس وبي ودي، لنفرض مثلا اس وبي ودي، هذني اني اخذ المستوى الرئيسي مالت الثاني او مالت الثالث او مالت الرابع ويا اوربيتالاته، نفس قبل شوي، ويا شنو اوربيتالاته اخذه، زين. يعني ويا اوربيتالاته يعني اخر شنو الالكترونات مالت الاوربيتالات ايش قد بي كليتها، يعني كليتها احسب مثل هذا المثال اللي هو عندي 2 بواحد ايش قد 3، حسبت مالت الاس وحسبت مالت البي، زين. مو تفصل لي هان تقول لي ها هذا هيك وهذا شيء، لا، قاعد اقول لك مستوى رئيسي قاعد اشرح، ما قاعد اقول لك ثانوي يعني شكل اس او شكل بي، لا، قاعد اقول لك رئيسي. نجي عندي نيون، عندي 10، عندي نكتبه 1 اس 2 2 اس 2 و 2 بي 6، خلصنا مبدا اوف باو. ونجي اقول مستوى رئيسي اول بي ايش قد، بي 2 الكترونين، مستوى رئيسي ثاني ايش قد بي، مستوى رئيسي ثاني بي راح يكون 8 الكترونات. ليش 8 الكترونات؟ تجمع 2 بلس 6 ايش قد 8، قلت لكم كلية تاخذ، زين. مثل حتى هذا السهم حاط لكم اياه جواب، انه قاعد يقول لكم الخط العفو، يقول لكم انه تاخذه كلية ما تقسمه، واضح. وبالنسبة هم للمغنيسيوم، نظرا لان شوي راح يكون عندي الوقت راح يكون، فنفس الشيء بالنسبة للمغنيسيوم اللي هو راح يكون تمرين، اذكر عدد الالكترونات في كل مستوى طاقة رئيسي، هم يعني نفس هذا المثال، زين، نفس هذا المثال، يريد عدد الالكترونات بكل مستوى، زين. عندي مثلا ان 7 وهيليوم 2، واضح. طبعا هيليوم بس مستوى طاقة رئيسي اول او واحد وبالكترونين فقط. نجي على ترتيب لويس، وبذلك راح يكون عندي بهذا المغنيسيوم، قاعد تلاحظون عندي صار عندي هنا أنا خلصنا وصارت عندي 3، شنو هو مستوى طاقة رئيسي ثالث، مستوى طاقة رئيسي الثالث او انا اللي سوينا 3، فانا ايش اكتب، اني اكتب الالكترونات همينة مالته اللي هو ايش قد 2، واضح. ترتيب لويس، رمز لويس، يعتمد رمز لويس على عدد الالكترونات الموجوده في الغلاف الخارجي، مستوى طاقه خارجي، والذي يدعى بغلاف التكافؤ. هنا انا بعد ما لاحظ عندي ترتيب لويس ما يعتمد على مستويات الطاقه الرئيسيه، مثلا عندي راح يكون هنا بالمغنيسيوم، مو عندي مغنيسيوم،
وعندي مغنيسيوم، والمغنيسيوم هذا ايش قد بي 12 الكترون. زين، فانا لما اجي اسوي بهذا ايش قد بي 12 الكترون، يعني عندي هنا ذرة، العفو نواة، غلاف اول اللي هو حسب هذا، مو هي هذا الشكل، هسه انا هيجي قاعد اخذ غلاف ثاني، وبعد غلاف ثالث. فانا لما اجي شو اسوي، لما اجي اني اسوي ترتيب لويس، ترتيب لويس ما له علاقه بالاول والثاني، خلاص هذولي اكس، اجي على الثالث ابوع بس على الثالث، هذا عندي هو الصح، هذا هو عندي اللي اني المفروض اني اشتغل عليه. ترتيب لويس اذا قال لكم ترتيب لويس، ملاحظه، ترتيب لويس تباوع على اخر مستوى طاقه رئيسي عندك، اللي هو اخذت لكم مغنيسيوم، مستوى طاقة الرئيسي مالته الأخير شنو هو؟ الثالث. باوع لي بس على الثالث، وترسمه، ترسمه يعني كل، وترسمه من ناحية ترتيب الإلكتروني مالته، واللي راح يكون عندي أقصى الترتيب لويس 8 إلكترونات ياخذ. نجي نكمل. والذي يدعو بغلاف التكافؤ، مستوى الطاقة الخارجي اللي هو الأخير هذا، هذا يدعى بغلاف التكافؤ، هذا يصحوا له غلاف التكافؤ. ترتيب عندي ترتب الالكترونات الموجوده في الغلاف الخارجي لذره العنصر بطريقه صوريه تسمى ترتيب رمز لويس، وكما ياتي ترتيب لويس او رمز لويس نفس الشيء، وكما ياتي راح يكتب رمز العنصر الكيميائي محاطا بنقاط تمثل كل نقطه الكترونا واحدا، وتمثل كل نقطتين متجاورتين زوجه من الالكترونات. يعني عندي اني اجي عندي المغنيسيوم، فالمغنيسيوم اني اكتب المغنيسيوم واجي اسوي ترتيب لويس، لما انا اجي اسوي ترتيب لويس كمان، لما انا اجي اسوي انا ترتيب لويس، ف لما انا اجي اسوي ترتيب لويس، اول شيء اكتب العنصر، العنصر الكيميائي، شنو هذا العنصر الكيميائي؟ مثلا المغنيسيوم، انا قاعد اخذكم على هذا المثال، واسوي الترتيب مالته شنو؟ ترتيب لويس. لما انا اجي اسوي انا ترتيب لويس هذا المغنيسيوم، خلاص بعد ما قاعد تكتب هيك راح اخليها، لما انا اجي اسوي ترتيب لويس اخلي مالته شنو؟ اسوي اخلي مالته الالكترونات من ناحية اخر غلاف، الغلاف الاخير ايش قد ياخذ، ايش قد بيه الكترونات؟ باثنين صح، مو بيحتوي على 2 الكترون، فانا اخلي ايش قد الكترونين، ولما انا اخلي الكترونين اخليهم بصورة نقاط، بصورة شنو؟ بصورة نقاط بهذا الشكل. بهذا الشكل وبس، بس قاعد اوضح لكم اياها اكثر. هذا راح يكون المغنيسيوم. زين، نجي نكمل هذا المثال، اتمنى ان تكتبوه. وهنا قلنا اذا يكتب رمز العنصر الكيميائي محاطا بنقاط، راح تمثل كل نقطه الكترون واحد، وتمثل كل نقطتين متجاورتين زوجا الكترونين، وتنتزع هذه النقاط بحيث لا يزيد عددها في كل جهه من الجهات الاربعه المحيطه بالرمز على نقطتين الى يمين الرمز، ونقطتين الى يسار، ونقطتين اعلى، مثل هذا، نقطتين يمين، ونقطتين يسار، ونقطتين اعلى، ونقطتين اسفله اسفله. يوضح ترتيب لويس بعض العناصر في الجدول الدوري، عندي هذا الجدول الدوري يوضح العناصر مالته، هذا ما محتاجي، المهم انا عندي هذا. فهسه افتهمنا، مثلا عندي هنا يقول لك اكتب رمز لويس العناصر الاتيه، اللي هي مثلا عندي مغنيسيوم، شوف مغنيسيوم، مغنيسيوم ايش قد حط لي؟ نقطتين نفس ما انا حطيت، صح ولا لا؟ طبعا تحطها هنا اسفل، تحطها اعلى، تحطها يمين، وحده فوق، نفس الشيء. المهم عندي اني النقاط وين تنحط، مو موقعها وين تنحط، ايش قد عددها. زين، يمتلئ هذا رمز لويس ما يمتلئ غير بس 8 الكترونات بس، يعني ما تحط اكثر من 8 الكترونات. زين، لان كل نقطه قلنا تمثل الكترونين، فعندي مثلا شنو عندي الهيدروجين، اسوي ترتيب الالكتروني، غلاف الاخير، قلت لكم شباب على منو؟ على الغلاف الاخير. ملاحظة بقى على منه؟ على الغلاف الأخير. مستوى الطاقة الرئيسي الأخير، عدد الكم الرئيسي الأخير لكل عنصر، غيره ما بقى. زين، ف
فهنا انا ايش قاعد انا عندي اكتب العنصر الكيميائي للهيدروجين، هيدروجين واحط نقطه واحده بس. عندي شنو؟ باريوم 5، اكتبه الترتيب الالكتروني، اخذ الغلاف الخارجي اللي هو نجمع ايش قد به ثلاث الكترونات واسويها النقاط، نيون ب10 اسوي الترتيب الالكتروني، وهذا ايش قد 6 بلس 2 ايش قد 8، الطاقه الخارجيه مالته ب8 الكترونات، وراح نسوي بهذا الشكل. مغنيسيوم بيش قد؟ ب12. زين ايش قد يعني هنا أنا عندي مستوى، اسوي ترتيب الالكتروني، اعرف الطاقه مستوى الطاقه الخارجي الاخير مالته هو ايش قد، او مستوى الطاقه الرئيسي الاخير. زين واكتب شنو الالكترونات عندي. عندي شنو عندي هنا أنا عندي مثلا كبريت، والكبريت هنا أنا 14، واسوي ترتيب الالكتروني، اسوي اخذ الغلاف الخارجي واجمع الالكترونات مالت الغلاف الخارجي، وايش قد راح يصير عندي؟ أربعة. هنا مثلا بهذا المثال الكبريت 4 الكترونات، وأحط ايش قد؟ أحط الإلكترونات أو النقاط على حول العنصر. أكتب رمز لويس العناصر الآتي، مثلا عندي كالسيوم، عندي أي آر، وعندي ألمنيوم اللي هي مثلا 13. رمز لويس، رمز لويس هذا واضح، هذا يريد بس رمز لويس لهاي العناصر. زين عندي مثال، عندي ذرة عنصر مرتبة فيها الإلكترونات كالآتي، عندي مثلا هذا مطيني ذرة وعندي بها العناصر مرتبة بالشكل مالتها الثانوي اللي هو هنا مبدأ أوفوه مستخدم، فيقول لي العدد الإلكترونات في هذه الذرة ايش قد عدد الإلكترونات مالتها؟ نجمع 2 4 6، العفو 2 4 و4 8، أنا جمعت 2 بس. زين 8 ايش قد عدد الإلكترونات مالتها؟ 8. زين معنى العدد الذري للعنصر، العدد الذري هو نفسه 8 حسب الالكترونات تساوي العدد الذري للعنصر، فالعدد الذري للعنصر ايش قد يساوي لنا؟ 8 اللي يساوي عدد الالكترونات. نجي ما عدد مستويات الطاقه الثانويه المملوءه بالالكترونات؟ هنا أنا هذا السؤال اذا جالك هيك شيء فمعناته هو يريد عندي مبدا شنو؟ قاعده هوند، يريد هوند، فتكتب شنو اذا قال لك عدد مستويات الطاقه الثانويه المملوءه بالالكترون. زين لان هو يريد شنو ايش قد من هذا الني مملوءه بالالكترونات. زين فنجي نسوي طبعا هو مطيني 1s 2s 2b، انا ايش اجي بس اوزع الالكترونات حسب قاعده هوند، ولما انا اجي اسوي قاعده هوند فمعناته اني اول شيء شنو اوزعهم فرادا ثم شنو ازوجهم. زين فانا عندي هنا 1 2 زين و2 بي. المستوى الثاني عندي 1s راح شو يكون؟ ممتلئ. المستوى الثاني 2s راح يكون شنو؟ مملوء بالالكترونات. اما المستوى 2b غير مملوء، لذلك راح يكون عدد المستويات الثانيه مملوءه بالالكترون هي 2 فقط. انا هنا ابغى على كل شنو مستويات الطاقه الثانويه لهذا العنصر واشوف من المملوء. قاعد تلاحظون هذا مملوء بالالكترونات كليته، فول مفول، هذا مفول، هذا مفول، لا عندي 2 هنا ما مملوءات، ما بهم فرادا ما مزدوجين، فمعناتها ما اخذ هذا الاوربيتال. زين فاخذ بس الشكل اس وشكل شكل بس شكل اس عندي للمستويين يعني الاول والثاني. زين فعندي ما عدد مستويات الطاقة الثانوية المملوءة بالإلكترونات؟ هن بس 2 مستويات الطاقة الثانوية المملوءة بالإلكترونات. شنو راح يكون؟ هن 2 فقط اللي هو 1s و2s. زين فالمستوى الثانوي الأول اللي 1s وكذلك المستوى الثانوي 2s مملوء بالإلكترونات. زين بس فايش قد راح يكون؟ يكون عدد المستويات الثانوية المملوءة بالإلكترونات بس 2، واضح ان شاء الله. شنو عدد ما عدد الالكترونات الغير مزدوجه؟ عدد الالكترونات الغير مزدوجه عندي نجي على ايش قد؟ او 2 بي. ايش قد؟ ايش كم الكترون غير مزدوج؟ 2 فقط، ما مزدوج فرادا. رمز لويس، اكتب رمز لويس لهذه الذره، قلنا رمز لويس المن اروح على مستوى الطاقه الخارجي الاخير، مستوى الطاقه الرئيسي الاخير اللي هو من هو؟ 2 اس 2 بي. وايش قد بي؟ 6 الكترونات. وش قد احط؟ 6 الكترونات، 2 حاط هو فوق و2 جوا وواحدة يمين وواحدة يسار، لذلك ايش قد صار عندي؟ صارت عندي 8
ستة الكترونات. زين هنا انا حط اثنين، هنا انا حط اثنين، وهنا حط اثنين، وهنا انا كل شيء ما حط، هنا انا كل شيء ما حط، معناتها صحيح حمين يعني. قلت لكم اهم شيء عندي الفكره مو بموقع الالكترونات برمز لويس، ايش قال عدد الالكترونات، تحسب الالكترونات هو الصحيح. زين تمرين عندي عنصر عدد الذري 6. زين اكتب الترتيب الالكتروني له، طبعا لما تكتب الالكتروني هنا أنا. فتكتب اكس 6 وتكتب الترتيب الالكتروني حسب مبدا اوف باو، 1 اس راح يكون هو 2 اس 2 بي، و2 2 2 2 ما عدد مستويات الطاقه الثانويه المملوءه بالالكترونات، عندي بس مستوى الطاقه الاول والثاني، يعني بس 2 نفس هذا المثال. ليش؟ لما تيجي تسويهن راح يكون شو يكون عندك؟ يعني هنا أنا عندي راح يكون، يعني عندي بس هذين الاثنين راح يكون. ليش مو قلت لكم اثنين اثنين اثنين؟ فهنا أنا عندي راح يكون عندي بس أني اجيت بس 2 الكترون. كمان فشقد راح يكون انا عندي بس 2، فعدد الالكترونات راح تكون عدد مستويات الطاقة الثانوية، يعني العدد هو عدد مستويات الطاقة الثانوية المملوءة بالشنو بالالكترونات. فلما تجي عدد مستويات الطاقة الثانوية المملوءة بالالكترونات هو بس راح يكون ال 1 اس و2 اس اوربيتال اس للمستوى الطاقة الرئيسي الاول، واوربيتال اس للمستوى الطاقة الرئيسي الثاني، بس راح يكون المملوءات بالالكترونات. زين فايش قد عدد المستويات الطاقة الثانوية المملوءة بالالكترونات؟ هن بس 2. زين عدد المستويات الثانوية المملوءة بالالكترونات 2 فقط. عدد الالكترونات غير مزدوجة فيه، انت ايش قد غير مزدوجة؟ همينة بس 2. زين بالنسبة لهذا ليش؟ لان هنا راح يكون عندي هنا راح يكون عندي هنا الكترون، وراح يكون هنا عندي الكترون، وبس هذا الشكل مال 2B مالت من مال هذا السؤال، هذا الشكل لهذا السؤال. فراح يكون عندي ايش كم الكترون غير مزدوج؟ 2. زين اكتب رمز لويس لهذه رمز لويس لهذه الذرة، لا ايش قد الشكل مالته؟ قلنا أيمن نروح على مستوى الطاقة الرئيسي الأخير واللي هو راح يكون بس 2، وش كم إلكترون بي؟ راح يكون عندي الإلكترونات راح تكون عندي. زين هنا أنا عندي مو قلنا هنا 2 وهنا 2 وهنا 2، فلما نجمع مستويات الطاقة الرئيسية مستويات الطاقة الرئيسية للمستوى الأخير اللي هو 2، فيكون عندي 2 بلس 2 رجعت 4، وراح يكون عندي رمز لويس لهذه الذرة ايش قد؟ 4 ذرات، 4 الكترونات، يعني الشيل هنا 2، شيل بس 2 راح يكون عندي بهذا الشكل. تقدرون تسووه هيجي 1، وهنا وبعد وهنا، وهذا هو راح يكون رمز لويس لهاي الذرة. زين هذا بالنسبة رمز لويس. زين الجدول الدوري خلصت الجدول الدوري انا شرحته بالحلقة السابقة، عندي واحدة من الحلقات زين انا شارح بها قبل مستويات الطاقة العفو رمز لويس ويا الجدول الدوري، بس هنا انا خلصت هسه حاليا اللي هي اهم شيء واهم شيء الطالب لما يكون مركز عليها. اتمنى افتهمته، اتمنى يعني بصراحة اخذ من عندي جهد واخذ من عندي طاقة زين خاصة هذا الفصل، أتمنى افتهمته. ورجاء راح أخلي الجروب، راح أخلي حتى الفيس مالت الخاص على مود تقدرون، إذا ما تقدرون تتواصلون عن طريق الجروب تستحون ما أعرف، فتواصلوا وياي عن طريق الفيس زين تواصلون معي، وتقدرون بأي وقت تتواصلون وياي إذا عندكم سؤال إذا عندكم استفسار أي شيء. زين اهم شيء تكون افتهمته، اهم شيء تكون وصلت لكم المعلومه، اهم شيء عندي فرغته ميزته بحيث اي سؤال هسه تقدرون تحلون. زين
ومع السلامة، نشوفكم إن شاء الله بالحلقة الجاية. مع السلامة.